سلام المشاهدين، اليوم غنصاوبوا لكم واحد الحلوه سميتها حلوه ريش بوند. هي حلوه الكوفيتير ملقبه بالريش بوند مع مولاه الترازه. بسم الله، جوج بيضات، كوفيتير، سنيده، زيت فاني، خماره، زبده، شويه الكوك. بسم الله، نبداو على بركه الله. الزبده، السنيده، قطعوا الزبده، سهلوا علينا. نزيدو معاه الفاني، نخلطو مزيان. الزبدة باردة تكون شوية قاصحة. نخلطو مزيان، نزيدو الزيت، هيا بدات ترخف الزبدة. هاي تخلط مزيان، ها نساجم الخليط. ها نزيدو جوج بيضات، نزيدو نحركم مزيان، خلطوها، ندلكو، تخلط مزيان.
زوينه تجي شيشه. الخليط منسجم، دابا غنزيدو طحين. بسم الله، غنزيدو خمارة. العجينة تكون هشيشة، الطحين خلصها شوية طحين. نزيدو الطحين عم شوي بشوي باش تجي هشيشة، متبقاش تجيناش قاصحة، تبقى العجينة مرخوفة. باقي خاصة شوي. شوية هيا شيشة، الله هيا كرمهات. هانتي هيا جات خفيفة، شتيها حلو. يلا المساعدين، هاي حنا العجينة ديالنا سالات، دابا غندوزو نبدا نكورو فيها. هاهي اللي بغا يدير فيها فاني يديرها، اللي ما بغاش يدير فيها قشرة الحامض كتنسمها ويجي مذاق زوين. بسم الله على بركة الله. كاين اللي كيدير جوج يلاقيهم، أنا درت هاد الشكل مسربي. كاين اللي كيدير جوج ويلاقيهم، هذاك كيكلف الوقت شويه.
نعمروا الطاوة، الفران سيسخن، سالينا الطاوة ودابا غنقميوها. يلا المشاهدين، بعد ما طابت الحلوة ها هي ريش بون، دوكا غندوزو للتزيين. الطريقة هي هذه، بسم الله. زين، نبقى على الطريقة تنكمل. نحاولو نديروها في كونفيتير باش تشرب. على الطريقة تنكمل. يلا المشاهدين، هذا هو التقديم النهائي. راه حلوة بسيطة ومزيانة، حشيشة كتجي زوينة. ايوا والله البنات، ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد مع مولات ترازه.